السلام عليكم مشاهدين الكرام في أخبار اليوم تتابعون فيها. قررت المحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة اليوتيوبر نعيمة جوك إلى يوم الأربعاء القادم، وتتابع المعنية بالأمر بتهمة إهانة ثوابت ورموز الدولة بعد خروجها بفيديو مثير للجدل حول غلاء المعيشة تضمن انتقادات لمالك البلاد ورئيس الحكومة. وتقدم دفاع المتهمة بطلب السراح المؤقت لموكلته مراعاة لوضعها الصحي وظروف عائلتها. هذا وناشدت والدة نعيمة جوك الملك محمد السادس العفو عن ابنتها التي تواجه عقوبة سجنية قد تصل إلى 5 سنوات نافذة. قررت المحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة اليوتيوبر نعيمة جوك إلى يوم الأربعاء القادم، وتتابع المعنية بالأمر بتهمة إهانة ثوابت ورموز الدولة بعد خروجها بفيديو مثير للجدل حول غلاء المعيشة تضمن انتقادات لمالك البلاد ورئيس الحكومة. وتقدم دفاع المتهمة بطلب السراح المؤقت لموكلته مراعاة لوضعها الصحي وظروف عائلتها. هذا وناشدت والدة نعيمة جوك الملك محمد السادس العفو عن ابنتها التي تواجه عقوبة سجنية قد تصل إلى 5 سنوات نافذة.